حتى الاخ ابراهيم وزير الداخليه السؤال وزير المعني برضه المفروض هذا يبقى معاك اقتصاديات اتوقع ان الوزراء هذا بس معوصي هذا معوصي امرك يا معلم تكلفه السجين اخوان 700 دينار شهريا يعني بندفع على كل سجين سواء موقوف او مخفوم 700 دينار غير تكاليف وزاره التنميه وزاره الصحه وزاره الاوقاف وزاره المياه يعني يمكن نوصل وكمان يعني كانت صريحه الحكومه نامل انها تكون صادقه في جوابها ان لا يوجد اي جهات او منظمات دوليه تتحمل اي جزء من التكاليف يعني كلها تدفع من خزينه الدوله كان عدد النزلاء اللي في مراكز الاصلاح حسب إجابة وزارة الداخلية 14000 اليوم حكيت مع مدير السجين المحترم العقيد أو العميد رائد الشقيرات وقال لي إنه 15700 يعني زادوا 1700 واحد يعني تكلفة اللي كانت بعدها حكومة 32 مليون السنة بتوصل 50 مليون ألم تنظر الحكومة يعني في برضه تتحصل على المعلومة إنه عدد الموقوفين في جرائم هذه الإداريين وقفوهم بحدود 1644 واحد اللي مخالف قانون منع الجرائم، أي واحد على طول وقفه وبالتالي بدفع عليه مصاري وبالتالي تكلفته بحدود 700 دينار شهريا. أنا بأمر من الحكومة يعني ندفع عليه إخوان أكثر من العسكري اللي بيحمينا على حدود 450 دينار ندفع على السجين 700. ألم تنظر الحكومة إلى تقليل هذا العدد؟ يعني إحنا دورنا الدنيا وقعدنا على الأدوية 14 مليون دورنا الدنيا الوحيد اللي استجابت من الحكومة الأدوية المزارعين اللي صاروا أشهر واقفين تحت اسمه الحكومة مش مطلع عليهم الحكومة. أنا برأيي إن الحكومة تقدر توفر من هذا المبلغ ما يسد التكلفة أو الضريبة الموضوع على المزارعين الأبطال اللي المفروض أن نحميهم. أنا بأمل من وزير المالية وفريق الاقتصاد ونائب الرئيس أن ينظروا إلى الوزراء أن يكتشف فيهم 17000 نزيل 16000 تقريبا 1000 نزيل سواء موقوف نقدر نوقفهم. بعدين لماذا لم يتم تفعيل الخدمة الاجتماعية اللي احنا قررناها بمجلس الدولة السابقة؟ ليش بتعرفوه حطوه بالسجن وبدفع عليه مصاري؟ نامل من الحكومه ان نسمع الجانب هذا الموضوع، شكرا. الارقام هذه الموجوده صحيح لا تتغيرت خلال سنه، لان نحن نحكي عن سنه 2017 بغض النظر عن الزياده او الانتصار، لكن فيما يتعلق بالطلب وهذه قضيه سوف يتم ممكن بحثها في الحكومه، انا ليس لها علاقه فقط بوزاره الداخليه، بالاضافه ممكن مع الوزير العدل يوضح فيما يتعلق بالاجراءات والتعديلات التي جرت على قوانين الاخيره في الثوره الاستثنائيه والتي قد تؤدي الى ما طلبه ايضا سعاده الداخل. سالم المسؤوليه. الحقيقه ان مجلس النواب الموقف وبعده كان الدور الاخر مجلس الاعيان قد وافق واقر التعديلات طرحت على قانون العقوبات كانت باقتراح من الحكومه وبعض منها كان من مخرجات اللجنه المالكيه. كنا قد تقدمنا باقتراح لتوسيع منظومه العداله التصرفيه وهي التي تعني واقرها مجلس الحكومه الموقر بطريقه ديمقراطيه نعتز بها في هذا الوطن. العداله التصرفيه الذي وسعنا من منظومه الجنح التي تسقط بالاصغار وهذا من شانه ان يخفف عدد النزلاء في مراكز الاصلاح واعطائهم فرصه في العيش الكريم ليعودوا عصرا نشطا وفعلا في المجتمع. بالاضافه الى ان مجلس الحكومه الموقر على ضوء التعديلات التي طرات على قانون العقوبات ايضا اجتهدنا في موضوع العقوبات المجتمعيه وهي الاجراءات البديله عن عقوبات سلب الحريه بحيث يستطيع القاضي اذا ما توفرت لديه شرائط وقت التنفيذ استنادا للماده 54 من قانون العقوبات المكرره فانه يستطيع ان يقرر فرض عقوبه مجتمعيه عمل للصالح العام او ادخاله في برنامج تاهيله. هذا القانون دخل الى حيز التنفيذ في بدايه هذا الشهر ووزاره العدل بمجرد ان نفذ هذا القانون وضعت الاجراءات اللازمه والكفيله لتنفيذ هذا الاجراء
هذا الجرائم موقوف على قناعة القاضي بظروف القضية وملابساتها في فرض العقوبة المجتمعية. هذا من المتوقع باستخدام هذه الأدوات التشريعية بالتخفيف غلوة العقوبات السالبة الحرية، وبالتالي تخفيف عدد النزلات في مركز الإصلاح والتأهيل. يبقى الجنايات، حدث الجنايات والعزاء أمر ليس مقصورا على الجناح. الجنايات التي عقوبتها لا تزيد عن 3 سنوات حتى الآن يستطيع القاضي أن يخفضها استنادا للمادة 99 وتصبح العقوبة عنها حبس سنة. الحبس سنة هذا يستطيع القاضي إذا وجد من ظروف القضية وملامساتها ما يبعث على اعتقاد أنه لن يعود إلى تكرار جريمة، يستطيع أن تنفيذ العقوبة، وتنفيذ العقوبة يعطي القاضي صلاحية لوضع عقوبة مجتمعية. متى ما أصدر أي قاضي في المملكة فرض عقوبة مجتمعية فإن وزارة العدل تتكفل بتنفيذ هذه العقوبة. شكرا.